جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وجهونا إلى الكيفية الصحيحة لوضع اليدين أثناء الصلاة، كيف تكون جزاكم الله خيرا؟ الكيفية الصحيحة لوضع اليدين أثناء القيام في الصلاة أن يكون على الصدر، أن يضعهما على الصدر، يقبض الشمال باليمين ويضعهما على صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا هو الوضع الصحيح. وإذا جلس للتشهد فإنه يضع يديه على فخذيه، اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، وتكون اليسرى مبسوطة الأصابع متوجهة إلى القبلة، وتكون اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر ومحلقة الإبهام والوسطى ومرفوعة السبابة إشارة إلى التوحيد. نعم.